wabarakatuh, pemirsa Rukiah dimanapun Anda berada. Hari ini kita mengunjungi rumah pasien yang sudah lama minta didatangi. Sebentar lagi kita sampai. Alhamdulillah sudah sampai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. طيب كونسنتراسي. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. إيه cowok ya؟ ما شاء الله. Antep. Antep badannya. ما شاء الله. Jadi hafiz besok ya. Amin. Jadi ustaz ya. Enak ya. Tangannya. Sebenarnya itu sebenarnya jin semuanya jin. Mau dia palasik, mau dia apapun lah itu sawannya. Termasuk nangis di waktu-waktu tertentu itu namanya sawan umum sibian. Kita masih percaya dengan perkara-perkara seperti itu. Sebenarnya semuanya itu jin mengganggu. Jadi pembentengannya bagaimana? Pembentengannya habis asar menjelang maghrib, anak kita tuh jangan kita baringkan di kasur, gendong terus sampai maghrib, azan maghrib. Bapaknya udah selesai sholat, pulang dari masjid, suruh bapaknya gendong, kita gantian sholat. Nanti habis maghrib gitu juga, kita gendong.